أيها الأخوة المواطنون، أيها العراقيون، الكثير حاول أن يوجد فتنة وأن يتحدث خارج السياق الحقيقي للمواقف عندما قال أن هناك موقفين مختلفين بين موقف ثورتكم بقيادة سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله وبين موقف المرجعية الدينية والحوزة في النجف الأشرف. لكن اليوم طلبت الحوزة العلمية في النجف الأشرف أجابوا بوقفتهم معكم مع ثورتكم وتوجههم إلى بغداد، أجابوا على هذا السؤال بأن مرجعية النجف الأشرف تدعم ثورتكم التي يقودها السيد مقتدى الصدر لإصلاح الوضع في العراق ولإنقاذ العراق من التبعية ومن الفساد. وخلي نشوف هذه اللقطات التي كانت لطلبة الحوزة العلمية الذين توجهوا اليوم إلى بغداد وشاركوكم بهذه الوقفة التي تجسد الوحدة الوطنية والتي تؤكد بأن خاب فأل الفاسدين والتبعيين الذين يحاولون الضرب بين ثوابت المجتمع العراقي. وإنني أدعو من خلال هذا المنبر، من خلال برنامجكم، من خلال استوديو التاسعة، كل علماء الأمة وكل رجال الدين، رجال زمن المخرج، سنة وشيعة، مسيحيون وصابئة مندائيون ومسلمون، إلى أن يكونوا في بيت الشعب. لم يعد هناك شيء اسمه مجلس النواب إلا هاي اللافتة الموجودة اللي تشوفوها كل يوم تقروها.